سلام، انا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. اي خليني اكمل مقدمتي اول. المهم رجعت لكم بفيديو جديد، صلوا على النبي. ويلا نبدا فيديو اليوم. هو اني راح اصير ملقوفه على الناس في ما بالبيوت. راح تشوفوا فكره مع الحين يعني، فما ادري صراحه اختار سكين، ما ادري ايش هذا السكين، كنت العب عليها توقع اول، فخليني اغيرها واحط سكين عادي. طبعا هذا الفيس ما راح اغيرها مستحيل، لاني مره احب هذا الفيس. السكين هو احلى سكين شفته في حياتي، وانا عاجبني، واللي ما عاجبه مو لازم يعجبه. فيلا نبدا نتلقف على الناس. اوكي، هنا شفنا ناس متزاحمين، فخلينا نروح عند هذا البنت. حابه اتلقف عليها، هذه نوف الجامعه، من شكلها مره كيوت. فيلا نبدا نتلقف عليها لا يذبحنا هذا اول شيء. شوف هذا تدور على زوج. يلا نبدأ بنوف. نوف، خليني أقول لها نوف إيش تسوي هنا؟ أمضي ما قاعدة ترد علي. أوكي، ما حد يرد علي وكلهم مطنشيني. يمكن عشان سكني ولا إيش؟ غير سكني، خليه كذا كشخة. أوكي، هنا في بنت، خلينا نروح عندها. شوف هذي قاعدة تتجسس عليهم، هذي الملقوفة الأصلية هنا. خليني أقول لها إيش تسوي. هذي الملقوفة الأصلية نور، شوف كيف قاعد تبعد. بنت، هاي أنا أتكلم معاكي هنا، خليني أخليها تنتبه لي. تعالي هنا، تعالي هون، تعالي هون. تصيرين ماما؟ شوف، لا شكرا. امزح، والله امزح. يا لوني بتكلم معاكم، ليش ما في احد؟ مو على كيفك. حبتني انا، يا شفت كيف سكني مره يجن. فتعلموا هذا السكن، تكوني بماما بليز. خلينا نروح نلقف على، اقول لها ليش كذا شكلك؟ هذا اعطتني عشان اتجسس معاها. بنتي دانا، خواتي نوف، هذي العائلة. ردي علي، كنت بسوي كود بس. خلي خلك، ايش ما في مالي خلك. خليني اقول لها ليش. ليش ما بقول لها تبين اعلمك؟ ترى امزح، والله سكنها حلو. ايش في يا اخي؟ وخر يا دانا، بتكلم معاها. انت تلقفتي، انت الملقوف يعني. هنا الماب بكبرها ملقوف، واولها هذه. شوفوا هذه، شفتك ترى، شفتك. روحي عند الوجه والقلم الرصاص. تكلمني انا ولا ايش؟ ايش تسوي هنا؟ يجيك لون بشرة غير اللون. ليش؟ ما بغير، ما ابي، ما ابي. وي، كلهم ما عجبهم شكلي. والله انا شكلي مرة كيوت، شوف كيف شكلي. بالله انتوا اكتبوا لي في الكومنت هذا السكين مو يجنن. شوف انت سكني كأنك غيمة في السماء. وش تسوي هنا يا دانا؟ والله الكيبورد هذا بيذبحني. واو، هذه السيارة حلوة. واو، قصدك يعني ليش تلعبي ما بالبيوت؟ كيفي ليش؟ لا مو على كيفك. خلاص روحي، ممكن ما ابغى اروح، انا ملقوفة. مالك دخل، العب اللي ابيه. لا يعني لا. انا مو امك، المفروض ما اكون امك. خلاص اسمع كلامي. شوف هذي قاعدة تتجسس علينا يعني.
اقول دي زي امها بس فيها والله. طب انت تقربون، يلا يا ماما نروح. لا بالله ماما ماما في ايه؟ قولي ماما، ما لازم تقولي ماما. اعتذري لي، لا تسبوا، ليش تسبوا؟ ترى انا نمزح ونلعب يعني، ما اعرفك. وش اسمكم؟ اسمك؟ اسمي دانا. غير سكنك في الحين. خير يا طير، انا اكلمها هنا، ما تشوفيني ولا ايش انتي؟ ماني مالي عينك، ملي عينك بالتراب الحين. شو هذي نور ولا فاضية؟ دين قاعد دين تسبها؟ دانا النفيعي، خليني اقول لها ايوه. مين دي؟ ما ادري بس يلا. وين ساكنة طيب؟ ساكنة في بيتي. ما يضحك. لا والله يضحك صراحة، يضحك نص. خليني اقول انا احبك، تكوني صديقتي. تكونين صديقتي منورة روي. هذي روح من وين روي دي؟ روي لا يكون روي، هذي نفسها روي. لا انقذيني. شوفوا كيف جريتها تضحك. كأنها مارشميلو. يقولون اعرفهم وما اعرفهم، ايش دخلك؟ هذه مو امها، ليش اقول لها كذا؟ شوف روي، هذه روي. روي خليني اسوي نفسي اعرفها. حشتيني انا دانا. وي وين روي؟ روي هربت. تعالي بقال. البقالة. اي مسكين هذا. طيب طيب دان، حرام عليك والله مسكين هذه لمار. وينها البقالة؟ ما لقيتها. وينها؟ بسم الله. رؤى، نلعب سيرفر ثاني. لا بليز، من انتم؟ انا صديقتك. قاعدين ناكل تفا. اعرفهم ذول. ها ما اعرفك. حتى هبدت لها اسم وقالت ايه. انا دانا. باي، بطلع بنام. قالت له باي في راسها. هاي مسكين هذه الامار. مين دانا؟ دانا، انا دانا صاحبتك اللي ابي العب. باي، اطلع انصحك. ما ابي، ما عليك. والله انا نشبه مو ملقوفه، نشبه. صديقاتي بسم الله، من ضيحني كذا؟ معك روي بنت سعود.
لا روي، ما ادري روي روح. خلاص روحوا، ما ابغى. دانا طلعت يا بنتي، انتي لسه تقولي دانا انتي اللقافة. واللقافة زي هذا المفروض تلقف على الناس، ولا يعني اكون نشبة؟ المفروض اسوي زيها صح؟ ساعديني علمين كيف تلقف على الناس يا نور. نور ولا مهند؟ نور ومهند، يلا تبعد منها تشوفني، ايش انا مشهورة موديل انا. اوكي انا غيرت السيرفر، لا طارت هذه. اف ما صدقت لقيت واحدة قدامي طارت. لين هاي، ليش كذا شكلك انت؟ مهند هذا يشبه مهند. تعال هون لك، تعا راسه اكبر من جسمه. ينفع نصير اخوان صح؟ شوف كيف نتشابه. اوكي الله كيوت. كت 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 يا اخويا، اخوي اخي هذا كيف شكله؟ خلينا نروح نتلقف على هذا. ولد ايش تسوي هنا؟ رد. شو كيف طيح؟ يا رب ما ينزل، يا رب يا رب يا رب يا رب. شو كيف طيح؟ وي وي وين الملتقى؟ قاعد يكتب، انا حسيت موجود في اللعبة. لا اعلم، انا اسفة لا اعلم. لا بسم الله، شو كيف ربي هذا هكر. تعال هون، تعال هنا. اقول له انت مش محترم، ما ادري ايش دخل بس يلا. حسيت لايك اخويا اخي، لا تتركني اخي اخي. اختي انت، اختي اخي، لا تتركني، يلا روح. اركبي هون يا اختي، اركبي اركبي اركبي، يبعث لك حمى. اركبي اقول لك، اركبوا اركبوا يلا اركبوا، والله ما اخليكم. يلا انا اسوق. وي وي اخي، يلا سوق يلا. لو سمحت وديني سوبر ماركت. من هذه لو سمحت نزلها، لو سمحت نزلها. يلا امشي. يعني ايش يعني انا اخذت المكان كله كذا؟ ما تبغوني العب معاكم؟ ما بدي العب معاكم، ما ابغى ما ابي. راح احط افخم سيارة عندي. وينه؟ في سيارة انا كنت، ايوه هذا. شوفوا عندي روز رايز، ما ادري اذا هذا روز رايز او لا، بس انا عندي روز رايز. اوكي تعبت وانا امشي ماشي، فركبت تاكسي. او اميرة، اوبس طيرت سيارتك، انا اسفة والله. اميرة اميرة، ممكن تغيري اسمك؟ لانه ما في هنا اميرة غيري. ممكن تغيري اسمك؟ ليش؟ لانه ما حد اميرة هنا غيري. انا الاميرة، عم تفهمي ولا لا؟ وراح احط التاج عشان تصدقيني انا الاميرة مو انتي. ها
اغير بسرعه لو سمحتي. على كيف امك اغير تغسلني؟ استغفر الله، ايش فيها يعني؟ يعني ما ادري ليش كذا الناس صارت لسانها طويله. ربي انك اميره، انت خميره. يا مسوي ملكه. طيب انت عقد كلامك، خليني اهددها شويه. انا ما راح اسكت للناس اللي يسبوني، خلاص من اليوم ورايح انا مو انا. ايه وقدها. طيب ودي حسابك. انا كذا اسوي لما احد ما اقدر اسب، اقول لهم ودي حسابك. في ناس خافوا وفي ناس شو كيف امشي بطيء، يعني ودي حسابك شو كيف. يلا حطوا تصميم، تصميم، يلا يبغى تصميم. يا اخي يلا قاعدني يا ربي، والله فشلة. شو كيف انا في كل مكان لازم اصادف المتنمرين بحياتي. خل سيارتها اكيد، على سيارتها كلها. والله لا ادعس سيارتك، لا اتعلق. شوفوا كيف اطير سيارتي، وي سيارتي انا مصنوعة من الحجر. خير يا طير انت تصدمني. ادعست اميرة، انتو كيف دعستها حماس؟ والله انت، والله انك شوف سيارتك انت اللي قاعد تلف. انا كيف سيارتي قوية ما تلف، سيارتي صامدة. يلا زود عادي، يلا هذا شو الحين عليا؟ والله انك انسان غير محترم. شو كيف الحقني؟ شوفوا كيف انسان غير محترم كليا. شوفوا كيف قاعد يسب، يقول وقف، ما ابغى اوقف، غيران من سيارتي. يما قاعد يلحقني، ساعدوني يقذوني. والله احط السرعة 200 وما تشوف الا غباري. بسم الله، والله فشلة. كيف والله اني خطيرة، خليني بس سرعة 200. لا تحمس 2000 قال لك. خوف يعني اخاف؟ يلا بس خلينا نهرب منه هذا المتنمر. ها ها ها، مرة بطيء. شوف انا كيف، شوف من الاسرع. يلا سباك، يلا يلا نشوف من الاسرع. شوف الحين انا اوصل هناك، هو لسه شوفه، شوف لسه هو لسه قاعد. شوف كيف انا اتخبى ما يشوفني. يلا بس خليني اوقف اشوف ايش يبي. خير يا طير، يا حرام ما يقدر يصدمني. يا حرام يا حرام، لح 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 من فرحته هلبس بس. شو اللي صار، شو اللي صار من فرحته هلبس بس. يلا قولي شو اللي صار، نط وقع جوا البير. هاي يستاهل، والله اني خطيرة ودوبي اعرف اني انا فحط. خير خلاص يعني فحطنا وخلاص لحقنا. الحين رايح بعد ما انا بنزل؟ ها وين رايح بعد كل المضاربة والهوشة؟ وين رايح سيارتك المعوق هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يما يخوف. خلينا نوقف سيارتنا هنا ونشوف لنا كم زبونة هنا جات. شوفوا هذول كلهم حيتنمروا علي، انا ما ادري بس شوفوا حيتنمروا علي. قلت يلا ياخذني بموت مع السلام. ايوه وش هذا السكن؟ خليني اقول لها سكنك مو حلو، سكنك ما عجبني غيريه. يا عبد الله روح دز.
الخير كان نكتس. مو على كيفك يا ورعة، لا على كيفي ونص. هذا مسوي، هذا مسوي انه هو القوي، وش دخلك بهذا؟ هو شد بنات. يلا بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. زي ما قلت لكم الهوشة كانت طويلة وكلها سبات، مدري ايش يعني، مدري ليش شادينها كذا صراحة، ما ادري يعني. انا كنت امزح في النهاية، قلت اني كنت امزح، ترى قلت لهم اني انا قاعدة اصور وكنت امزح معاكم، بس هم استمروا انهم يسبوا ومدري ليش، يعني ما اعرف صراحة ايش وضعهم. بس ما حبيت اني انزل الهوشة كاملة لانه في سبات وكذا، فما حبيت اني انزلها. وبس لو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الانستغرام اذا عندكم اي قصة او فكرة جديدة اكتبوها لي على الانستغرام، وانا ما سحبت على القصص، راح ارجع انزلها ان شاء الله. وبس احبكم، باي.